لو عندي ليك دواء صحي هيخليك بطل اولمبي، تكسب الذهب وتحطم الارقام القياسيه وتبقى بطل مشهور، بس هو فيه عيب واحد بس هيموتك بعد 5 سنين. تاخده؟ في دراسه شهيره اتعملت على مدار 15 سنه من السبعينات لحد سنه 84، كان 52% من الرياضيين بيجاوبوا ايوه. دراسات حديثة بتقول ان الارقام دي بقت اقل كتير عشان الرياضيين بقوا اكتر تفهما لمفهوم الخسارة وشرف المحاولة. لكن ايه كان في السبعينات مخلي الرياضيين يجاوبوا بالطريقة دي؟ انا ايمان الامام ودي الاسبيتاليا من الجيم. في السبعينات كانت الحرب العالمية الاولى والتانية انتهوا، وبقيت بس الحرب الباردة بين جناحين العالم، الشرق الممثل في الاتحاد السوفيتي وانصاره، والغرب الممثل في الولايات المتحده الامريكيه وانصارها. الفريقين ما كانش في بينهم معارك على ارض الواقع، لكن كانوا بيتنافسوا في ابراز تفوقهم في مجالات كتير زي التكنولوجيا والعلوم والسفر للفضاء والرياضه. طبعا دوله المانيا الشرقيه لحد الستينات ما كانتش قادره تتغلب في ولا مسابقه رياضيه رسميه على دوله المانيا الغربيه، وفجاه في اولمبياد 1972 عملت دخول مفاجئ وكسبت 20 ميدالية مقابل 13 ميدالية بس كسبتهم ألمانيا الغربية. وفي أولمبياد 74 كسبت 40 ميدالية، منهم 11 ميدالية في مسابقات سباحة السيدات لوحدها، منهم 4 ميداليات حققتهم لاعبة لوحدها وحطمت 4 أرقام قياسية في دورة ألعاب أولمبية واحدة، في مقابل إجمالي 10 ميداليات حققتهم ألمانيا الغربية. وده رسم أحلام وردية لجيل من الشباب والمراهقين في ألمانيا الشرقية اللي قرروا يمثلوا بلادهم ويكونوا أبطال أسطوريين في حربها ضد الغرب. لكن بعد 15 سنة انتهت الحرب واندمجت ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية وبقوا دولة واحدة وحبايب، وجي وقت كشف سر التفوق المفاجئ والمش مفهوم. أكتر من 10,000 لاعب ورياضي داخل ألمانيا الشرقية تم إجبارهم على الخضوع لبرامج مكثفة من تعاطي المنشطات بدون علمهم. واحدة من أشهر الرياضيين دول كانت هيدي كريجر اللي احترفت رياضة رمي الكرة الحديدية، واللي إجبرت على تعاطي المنشطات وهي عندها 16 سنة، وفورا بدأت تظهر عليها الأعراض الجانبية للمنشطات زي زيادة وزن العضلات وتغير البنية الشكلية لجسمها لشكل أقرب لبنية الذكور، واختلالات نفسية كتير نتيجة اضطراب الهرمونات في دمها واضطراب هويتها الجنسية معاها، اللي انتهت وهي في عمر 31 بأنها قررت أنها تاخد الإجراءات الطبية اللازمة علشان تتحول لذكر لباقي حياتها. وتحولت هيدي كريجر لأندرياس كريجر واعتزلت الرياضة. أندرياس بيقول أنه مش تعيس أنه تحول لذكر، لكن أصعب حاجة مر بيها في فترة تعاطي المنشطات أنه ما أخدش الفرصة الحقيقية للتعرف على جنسه بدون تأثير من أي عوامل خارجية. المنشطات المستخدمة في تحسين الأداء الرياضي لها أنواع كتير، أولها المنبهات، كوكايين والإفيدرين والأمفيتامين، وطبعا الكافيين اللي كلنا بناخد منه جرعات كل يوم الصبح مع القهوة أو مع الشاي أو المشروبات الغازية. النوع ده من المنشطات بيشتغل على المخ والأعصاب، بيفوق ويحسن التركيز ويقلل الإحساس بالتعب أو الدوخة، بيزود معدل التنفس وقوة ومعدل ضربات القلب. الرفة اللي انت بتحس بيها في قلبك وأطرافك وعينيك بعد ما تشرب فنجان القهوة، ده مش عشان انت بتحب القهوة موت، ده عشان القهوة فيها كافيين. لكن النوع التاني من المنشطات والأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا واللي كان بيتعاطاه لعيبة ألمانيا الشرقية واللي لحد النهاردة لسه بيظهر كل فترة فضيحة جديدة لأسطورة رياضية انه كان بيتعاطاه، هو مركبات كيميائية اسمها الأنابوليك ستيرويدز أو الستيرويدات، وهي مركبات تشبه في تركيبها هرمون التستوستيرون المفرز في الجسم البشري بشكل طبيعي. على مر التاريخ الذكور كانوا مقتنعين أن قوتهم العضلية والجسمانية نبع من أعضائهم التناسلية، وفي القرن ال17 قرر طبيب المخ والأعصاب صاحب السبعين سنة أنه ياخد مستخلص خصيتين كلب وخنزير تجارب ويحقنهم في دمه وقال المتعسل. بعد التجربة دي خاض البشر طريق طويل من التجارب علشان يحاولوا يصنعوا مركب يشبه الهرمون المستخلص من الخصيتين ده اللي هو هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون بيفرز بشكل طبيعي في الجسم البشري، وهو هرمون مهم لنمو وتطور الأعضاء التناسلية الذكرية، كمان مهم لتطور العظم والعضلات وظهور صفات زي غلاظة الصوت وشعر الوش والجسم. المفاجأة ان اجسام السيدات كمان فيها نسبة صغيرة من التستوستيرون، ورغم انها كمية صغيرة جدا لكنها مهمة لتطور الكبد والكلى ووظائفهم ووظائف العظم والعضلات
وحتى الجهاز التناسلي. تعاطي هرمون التستوستيرون ده بقى من مصدر بره الجسم عن طريق الحقن او الاقراص هو اللي ممكن يزود من وزن وحجم وقوه العضلات. لكن علشان كل حاجه حلوه عمرها قصير، تعاطي المنشطات بيدفعك الثمن اضعاف بعد فتره بسيطه، بيسبب ارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب وعدم انتظام ضرباته وفشله في النهايه. كمان بيزود من احتمالية الإصابة بسرطان الكبد والبنكرياس، و 90% من المتعاطين للمنشطات عندهم تلف في الكلى اسمه فوكال سيجمنتال جلوميريولوسكليروزيس. وليه 10 مرات كده؟ 51% من المتعاطين بتظهر عليهم أعراض اضطرابات مزاجية، وعموما كل المتعاطين بتكون فرص إصابتهم بالأمراض النفسية أكبر بكتير من غيرهم، زي اضطرابات الشخصية النرجسية والهستيرية والفصام. ده غير الاكتئاب اللي بيدفع 4% من المتعاطين لمحاولات انتحار بعضها بيكون ناجح. وارتبط تعاطي المنشطات بكتير من حوادث وأعمال العنف، أشهرها حادثة بطل المصارعة الحرة اللي قتل زوجته وخنق ابنه وانتحر في يوم واحد، وأثبت الطب الشرعي تعاطيل المنشطات قبل فترة بسيطة من الحادثة. فيلم الرعب بقى، كميات صغيرة من هرمون التستوستيرون جوه جسم الإنسان بشكل طبيعي بتبدأ تتحول وتتغير وتبقى هرمون تاني خالص، الاستروجين، هرمون الأنوثة. وده بيحصل في أجسام كل الرجالة، مش بس الستات اللي عندها هرمونات ذكورة في أجسامها، الرجالة كمان عندهم هرمونات أنوثة في أجسامهم ومفيش حد أحسن من حد. تعاطي كميات كبيرة من التستوستيرون من بره الجسم بيزود النسبة اللي بتتحول منه الاستروجين، وتبدأ تظهر على الوحش علامات الأنوثة زي زيادة حجم الثديين وتقلص حجم الخصيتين والعقم. السنة اللي فاتت 2015 رفع 160 رياضي من ألمانيا الشرقية بما فيهم أندرياس كريجر قضية بيطالبوا فيها بتعويضهم عن الأضرار الصحية اللي حصلت لهم نتيجة تعاطي المنشطات بالإجبار وبدون علمهم. ولأن الخصمة في القضية ألمانيا الشرقية أصلا ما عادتش موجودة، حكمت المحكمة بتعويض بسيط دفعته ليهم شركة الأدوية ما زادش عن 10,000 دولار لكل رياضي. السنة دي وبعد 4 سنين من أولمبياد لندن 2012 اللي حصلت فيها البطلة المصرية عبير عبد الرحمن على المركز الرابع وأصيبت إصابة بالغة لما حاولت تنافس على مركز متقدم، تم اكتشاف أن المنافسات اللي كانوا بيسبقوها في المركز كانوا بيتعاطوا المنشطات، وتقدم مركز اللاعب عبير وبقت أول مصرية تحصل على ميدالية في تاريخ الأولمبياد. التستوستيرون بيروح وما بتبقاش إلا البطولات الحقيقية. Josh!